هي فعلا الفرصه الاخيره او هي المباراه الحاسمه او المفصليه بالنسبه لمنتخبنا الوطني. اتمنى ان لا تشكل ضغط، اتمنى ان يعني نقلب صفحه المنتخب السعودي، مباراه المنتخب السعودي نعتبر البدايه، نعتبر مباراه الغد مع تايلند هي افتتاح البطوله بالنسبه لنا، لانه حساباتها جدا مختلفه، محتاجين للثلاث نقاط حتى النقطه تضعنا في حسابات معقده. فاتمنى ان يكون الاستعداد تام، تركيز عالي، ان يدرك المدرب ماذا قدم وماذا سيقدم في مباراه تايلند. المنتخب التايلندي يظهر مستوى جيد في المباراه الاولى على فريق غير سهل، لكن وفقا للمعطيات، وفقا للتصنيف، وفقا للجوانب الاخرى، حتى تاريخيا منتخبنا يتفوق، ونتمنى ان يؤكد تفوقه في مباراه الغد. إذا لعبنا بنفس الأسلوب فعلا راح نكون تحت ضغط عالي، راح نؤزم موقف الفريق. احنا عندنا لاعبين بإمكانياتنا أن نتحرر في وسط الملعب. أعتقد بدايتنا مع المنتخب السعودي في الشوط الأول كان في انتشار، كان في تمركز جيد، كان حتى فرص على مستوى الفرص. أتمنى أن لا يزج بصلاح في الهجوم. صلاح الكل يعرف ان امكانياته في ربط الخطين الوسط والهجوم امكانياته عاليه، لابد ان نستفيد منها. لدينا بعض العناصر اللي تساعد، يعني مثلا زاهر اتمنى يكون متواجد لمساعده صلاح. ربما يكون هنالك بعد تعديلات في خط الهجوم من بين محسن وبين عصام وبين حتى المالكي. هذه خيارات المدرب يجب أن يستفيد منها. اللعب دفاعيا ليس في صالحنا إطلاقا إطلاقا. والله شوف، يعني المدرب كان ذكي طبعا، دائما في ردوده، يعني رده كان أنا أشوفه يعني رد متوقع، على أساس أنه والله كل مدرب في العالم تجي هذه العروض وما تتوقف أصلا. وأيضا الرجل راح وحرف المسار إلى حاجة مهمة، يعني بمعنى أنه هو كأنه ما صاير شيء، قال أنا هذا للناس أعرفهم من زمان بحكم العلاقة الشخصية، كانت الجلسة ودية لا أكثر، ولكن يقول هذه العروض أبدا ما توقفت، أنا دائما كذا. لكن أنا أعتقد أن هذا يعني هو أو غيره، فعلا المدربين دائما دائما دائما، وأيضا أحيانا يستفيدهم من هذه الأشياء لدواعي، تعرف أنت عقلي راح ينتهي مع الاتحاد العماني لكرة القدم، ويمكن الرجل يرغب في التمديد يعني أو في الاستمرار. ففي أحيانا في أكثر من سيناريو هو يخدمه من ضمن هذه الأشياء بحكم العلاقات، كل شيء وارد. على كل حال الرجل محترف، الرجل خبير، يعرف يتعامل مع العقود وغيرها وخلافها. أتمنى من اتحاد الكرة أن يكون حصيف يعني في التعاطي مع عقد برانكو القادم، وما يبني فقط على حتى النتائج في آسيا، نتكلم عن 4 سنوات وليس بطولة لمدة أقل من شهر. والله مباراة تايلاند، شوف أنا من وجهة نظري يعني اللاعبين إن شاء الله ما رايحين يخذلونا، إحنا بنقدم مستوى كبير. نقطة قوة المنتخب التايلاندي في مدربه، على أساس أنه هو جاي من بيئة كرة أو منظومة كرة اليابان، رجل واثق من نفسه. نتيجتهم مع كيرغستان هذه خادعة، نقدر نستثمرها نحن، بينزلوا بثقة، ما عليه ماشي مشكلة. ولكن ترى هذا المنتخب العماني تصنيفه أفضل من المنتخب التايلاندي، وإحنا إن شاء الله قادرين أن احنا نحسم المباراة حتى إن شاء الله في شوط هالمباراة، شوط المباراة الأول. ما هو الآن فقط الحسم، أهم شيء إدارة برانكو للمباراة على مدى 90 دقيقة، هذا هو المهم. أنت شايف في السعودية كيف صار اللي صار، يعني من أبسط أبجديات كرة القدم، وأنا واحد يعني مثلا متابع، أنا حتى ما فني، لكن أنا لما ألعب مع منتخب كبير ما ممكن أن أنا أتراجع واسمح له أنه هو يلعب في ملعبي. هذا منتخب قوي، منتخب كبير معروف، يعني هذه الطريقة ممكن تلعبها أنت في آخر 10 دقائق، لكن ما من الدقيقة 70 يعني. هذا اللي صار للأسف يعني. طبعا مؤتمر برانكو كان بشكل عام ممكن كان هادي كثير قبل مباراة تايلاند، ونأمل أن يكون هو هذا الهدوء الذي يسبق للعاصفة. طبعا برانكو سئل عن ممكن السؤال الذي يدور في بال الشارع الرياضي العماني في الفترة، في اليومين الماضيين، عن صحة مفاوضات مع الفريق الإيراني، تحدثه مع وكلاء الأعمال ومن هذا القبيل. طبعا كانت إجابة برانكو ممكن تستند لعدة أمور. طبعا هو تبغى يتكلم عن بعض الجوانب، أن تربطه علاقة بالمسؤولين الإيرانيين، لم يوضح طبعا أي نادي فيهم ولا أو حتى الاتحاد الإيراني. طبعا هو تحدث أنه كمدرب كل المدربين في العالم طبعا يتلقون بين الفترة والأخرى عروض. هو تكلم أن تربطه بعلاقات وطيدة مع الإيرانيين من 20 سنة طبعا، ولم يتحدث عن صحة المفاوضات، ولم يتطرق إلى العقد
القادم حتى عن حقده مع المنتخب العماني. طبعا هو ممكن تجاوز هذا السؤال، لم يتطرق إليه بشكل واضح. طبعا بالنسبة للمنتخب تايلاند، طبعا وصف البرانكو المباراة بأنها مباراة صعبة جدا، مباراة صعبة أيضا حتى قبل ما تبدأ البطولة، هو يرى أنها مجموعة صعبة منتخبنا والسعودية، وأيضا بالإضافة إلى تايلاند وقرغيزستان هو يصفها بأنها مجموعة صعبة. كل المنتخبات تمتلك الحظوظ من أجل التأهل للدور القادم، وأيضا تطرق للتغييرات التي سيلجأ لها في المباراة. طبعا هو قال لدي استراتيجية واضحة، لدي فلسفة واضحة، ممكن هو بمعنى يلمح لأنه بأنه لن يقوم بتغييرات كثيرة طبعا في تشكيلة أو حتى في طريقة اللعب.